السيدة الله يحفظها ويرعاها وزيرة الصحة السابقة سيادة النائبة الحالية عديلة حمود، من وصلها التقرير هي مطلعة على التفاصيل وواصلة تقارير، هي قالت نريد تقرير معمق. قالوا لها سعادة المعالي شنو التقرير المعمق؟ قال ادخلوا كيماديا بالتحقيق المعمق، انت ايضا مطلع عليه، ما هي الاضافات في إضافة كيماديا في التحقيق المعمق، وماذا أفاد سعادة الوزيرة أو سيادة النائبة الله يرضى عليها ويطول عمرها؟ الآن أنت نائب ما حد يريدك مو؟ الله زين يسوي لك زين وسهل. أي سيادة النائب، يعني بالنسبة للتحقيقات الإدارية الموجودة مكتب المفتش العام طبعا اتصلوا بي هم لما أجوا للسماوة، فبينت لهم المخالفات الموجودة بهذه الصفقة وطلعوا على الكتالوج وكل الاشياء، فثبت التحقيق الاداري اللي اجراه المفتش العام ان هنالك يعني الاسعار مبالغ بها مبالغه فاحشه، وانه الثلاجات لا تصلح للاجواء العراقيه، وطلب من هذا بده يكتب المفتش العام وطلب احاله الموضوع الى محكمه النزاهه، هو اساسا انا قائم الشكوى، فالموضوع موجود بمحكمه النزاهه، لكن على اي حال هو اوصى عندك هاي الاوراق اعتقد ما نعم موجوده عندي ما تطلع ليها يعني لانه انت تدري بينما انت اكو مرات كلام الناس ما تقدر تصدقه، بس انا من اعرضه امام الناس امام الجمهور حتى اقول له يابا من فمك ادينك من وثائقك اخليك امام الامر الواقع. يعني هو يعني التحقيق الاداري موجود، هذا عند تحقيق المحارق يعني للاسف ما جبته وياي، بس موجود. اذا المفتش العام بالتحقيق المعمق بالبدايه قال الثلاج لا الثلاجات لا تصلح. نعم نعم هنا وسببها ليش لا تصلح؟ سببها لان هو الكتالوج يقول درجة حرارة القصوى، درجة حرارة المحيط القصوى التي تعمل فيها الثلاجة هي 32 مئوية، وان هذه الثلاجة تولد عند تشغيلها كميات حرارة هائلة، يعني بالعبارة عن صوبة كميات حرارة هائلة؟ اي هي تستخدم الثلاجة لو صوبة؟ لا هي يعني هي الفكرة مصنعة على الدنمارك باعتبارها دولة باردة، فيخلونها بالغرفة هم تدفي الغرفة هاي بالدنمارك وتبرد الأدوية أو اللقاحات، فتأدي وظيفتين للمنطقة الباردة. إحنا بالنسبة لنا يعني عندنا حرارة 50 نحط لها بعد 5 يصير 65 مو يصير فرن مو 55 65. أي القصد فهذه الثلاجات غير صالحة، هذا تقرير المفتش العام خوش تحقيق المفتش العام جيد يعني هذا اسم هذا المفتش أعتقد هي بأيام أحمد رحيم الساعدي، لكن نجي على أحمد بعدين عندنا أهم شغلات عليه خوش. على أي حال فالوزيرة بضغط من الجهات يعني من الشركة من صاحب المكتب من المسؤولين في دار الصحة المثنى قررت إجراء تعمق بالتحقيق، طبعاً ما عندها صلاحية إجراء تحقيق دون أن يكون هنالك سبب لإلغاء يعني إلغاء التحقيق أو يعني هذا المفتش بالضبط وسبب يكفي أي. وهو الجهة الرقابية، فهي التعمق بالتحقيق معناه أبحثوا عن مخرج للجماعة حتى يطلعون من القضية، فشكلت لجنة من يعني السيدة عادلة التعمق بالتحقيق معناه يقول ندربونه يتعمق وشوف هنا الولد. شو منا أكو حاجة نطلع الجماعة متأكد أنت؟ طبعا متأكد هذا موجود بالتعمق بالتحقيق، فبالتحقيق المعمق إذا جازت التسمية كلفوا 3 أشخاص، طبعا أنا أقمت دعوة إن شاء الله على أعضاء اللجنة وعلى المهندس وعلى كيماديا، لكن خل نجي على التعمق بالتحقيق. إجوا دول الثلاثة قرروا أن يفاتحون كيماديا الشركة العامة لشراء المستلزمات والأدوية الطبية والمستلزمات، ف كيماديا قدمت عرض انه السعر ما بيشي، شلون يعني شلون نوصل احنا السعر هذا الى 42 مليون دينار او 37 مليون للثانيه، فش قرروا يسوون سعر الثلاجه الوحده الاولى 12,000 دولار والثانيه 14,000 دولار، بس هم فرق كبير. ايش قالوا سعر الضمان ل4 سنوات باعتبار السنه الاولى تجي من الشركه بالسنه 3500 دولار ضمان للثلاجة، بحيث بأربع سنوات 4 × 3.5 14,000 دولار ثلاجة ب 12,000 دولار الضمان مالها ب 14,000 دولار. ما شاء الله شنو يعني ماكو بهالشكل، يعني أنت نسبة الضمان على يعني لمدة 5 سنوات على أي جهاز
ما تتجاوز 10%، يعني إذا تجاوزت 10% معناها هذا الصناعة رديئة بحيث أنها ممكن تعطل، لكن لما ينخفض سعر الضمان معناه صناعة جيدة وما يخشى عطلها. على أي حال هذا جانب. الجانب الثاني يعني الكيمادية من قالت الثلاجة زينة ارتكزت على لا هم على العرض اللي جابوه، بس خلينا نشوف هذا العرض شلون هم شو يقولون. يقولون هذا العرض جبناه عن طريق الاتصال المباشر بالشركة. الحقيقة أنا اتصلت بالشركة، الشركة ما تقدم عروض لأن تحيلها إلى الوكيل الحصري في البلد اللي مطلوب منه، هذا أولا. ثانيا بالإمكان، كان بإمكان محكمة التحقيق أن تتحقق من هذا العرض صحيح أو غير صحيح من خلال يجيبون الشخص تعال أعطينا الإيميل. الإيميل مثل بصمة العين، ما تقدر تلغي شيء المضمونة يكون موجود، فخلي يجيب مصدر الإيميل، ما راح يقول مصدر الإيميل. إضافة إلى ذلك العرض المقدم لثلاجات ما لها وجود، يعني احنا بالعرض اذا ممكن الصوره مال التزوير انا تطلع على الشاشه، ما الشباب عندهم الصوره مال التزوير اللي بيها مربع بيها الشباب. محمد اذا هذه الصوره جاهزه عندكم الان؟ ما بعد ما جاهزه. ماشي انت تقصد ماشي اللي سووا هم الشخص اللي كتب العرض زوره، كتب زوره طبعا العرض مزور لان ثلاجات ما لها وجود حجمهن على اساس انه واحد. الحقيقه هن حجمين مختلفين، الاولى 19.5 لتر، الثانيه 351. هم كتبوا على انهن نفس الشيء، الاسماء مختلفه، فالتزوير واضح واصلا ما متصلين بالشركه، وهذا مثبت. انا ما نخوض بالتفاصيل، نجي الى الجزء الاخر اللي سواه التزوير مختلف. اللي زورته كيماديه على لسان الشركه ايه ابدا يا شركه ارتيكو الدنماركيه، الشركه الدنماركيه. هذا التزوير قدمتها للمعالي عديلة لو للمحكمة؟ قدمتها كيمادية للجنة التحقيقية، لجنة التعمق بالتحقيق ومنربط بالدعوة، وراح إلى السيدة الوزيرة السيدة على أنه هاي العروض متناسبة وكل شيء. ما عندنا شيء، كل شيء تمام، هو مزور. نعم. من أسا الآن أنت تسولف والناس تشوفنا، أنت شلون ثبتت أنه تقرير كيمادية مزور؟ أشياء كثيرة، منها مثلا الأخطاء الإملائية، طريقة كتابة الأرقام، هذا من جانب، من جانب شكلي. أيضا أنه الثلاجات اللي الموجودة بالتقرير هي ثلاجات متماثلة بالمواصفات، والحقيقة المواصفات مختلفة تماما لأن هاي 351 هاي 19.5 لتر. هواية شغلات، الاسم غير موجود بالنسبة للثلاجات هذا بالمواصفات الموجودة، ما موجودة منتج عند شركة أرتيكو، هم أخذوا الاسم وغيروا المواصفات بطريقة. هذا التزوير ثابت، حتى ما نضيع الوقت بتفصيل التزوير. ايضا كيمادية واللجنة التحقيقية لجأت الى شيء اخر، جابوا مهندس معاون رئيس مهندسين في كيمادية. اجى المعاون ايش سوى؟ قدم مطالعة كتب بيها قال انه هذه الثلاجات تعمل بدرجة حرارة 40 مئوية. الكتالوج تدري انت الشركة لما تصنع شيء تجري اختبارات طويلة وتحاول توصل إلى الدرجة المناسبة لعمل الثلاجات. الثلاجة تقول إذا تجاوزت درجة حرارة المحيط 32 درجة مئوية فهذه الثلاجات لا تعمل بشكل صحيح. إيش تقصد بالمحيط؟ المحيط يعني حرارة الغرفة. الغرفة إذا 32. إذا 32. غرفتنا إيش قد بيها؟ توصل 50 بالصيف إذا ما كنت تبريد، يعني بغض النظر عن كل شيء. المهم المهندس قال هاي الثلاجة تعمل بدرجة حرارة 40. شنو الاختبارات اللي سواها المهندس؟ جاب له مثلا 1000 ثلاجه طبق عليها وسوى درجات حراره مختلفه. النية اي الاعمال بالنيات ماشي ماكو مشكله، اذا نيته صافيه اذا نيته صافيه تعمل ب 50. خوش اي. فهنا المهندس زور ايضا، فتزوير عندنا تزوير مادي وتزوير معنوي. صار شو اسمه هذا المهندس؟ اعتقد اسمه اسماعيل او شيء. وين يشتغل؟ يشتغل في كيمادية. في كيمادية اي. القصد يعني زوروا كل شيء بهاي الصفقه حتى يمشونها، لكن بالنتيجة يعني كان بعض اللجان اللي انتدبت من المحكمة أدوا العمل بشكل جيد، وثبت أنه مقدار الهدر بأموال الدولة والسرقة هو 6,180,000,000، كل قيمة العقد اعتبرت تجاوز على المال. زين.